السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف وخير خلق الله. يلا بينا هنا نبتدي منهج برايمري 2 يونيت 1 من برايمري 2. ايه برايمري 2 ده يا ميس؟ سنة تانية ابتدائي او الصف الثاني الابتدائي. وهنا نبتدي معاكم ميس سمر سمير. يلا بينا نبتدي يونيت 1 من برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي منهج كونيك. المنهج ده يا ميس اسمه كونكت. اسمه ايه حبايبي؟ كونكت. اللي كلنا قلقانين منه متوترين منه، لا هو سهل جدا وبسيط جدا. كبرنا وبقينا حلوين ونعرف نفهم الميس بتقول ايه وبتكتب ايه وبتشرح ايه، وهنقرأ وهنكتب وهنحفظ الكلمات مع بعض. لازم نحفظ الكلمات مع بعض. يلا بينا نبتدي. يونت 1 بيتكلم عن ايه يا ميس؟ يونت 1 ميت ماي فاميلي. ميت ماي فاميلي. ميت يعني ايه؟ قابل. ميت قابل. ميت قابل. ميت قابل. ماي فاميلي يعني عائلتي او اسرتي. عائلتي او اسرتي. يبقى هنا عندنا ميت يعني قابل، ماي فاميلي يعني عائلتي او اسرتي. عائلتي او اسرتي. طيب هنا عندنا look and listen. ايه look and listen يا بيزي بي ديت؟ look يعني انظر. look انظر. and listen استمع. listen استمع. هيقولي فيها تي دي يا ميس، ما قلتيش listen ليه؟ غلط. التي silent. التي silent يعني تكتب لا تنطق. يلا بينا نشوف محادثتنا بتتكلم عن ايه. جده واحفاده واولاده. طب جده بيقول ايه؟ اول ما قابلهم قال لهم جود ايفنينج. جود ايفنينج يعني ايه؟ جود ايفنينج يعني مساء الخير. بتتقال امتى دي يا ميس؟ صبح ولا بعد الظهر ولا بالليل ولا قبل ما ننام؟ قبل ما ايه؟ قبل ما يجي المغرب او في المغربيه او ايه؟ على صلاة المغرب كده. بتتقال امتى؟ good evening قبل المغرب او في اذان المغرب كده، ما بين المغرب والعشاء كده. تمام؟ good evening. عشان ماما لما تقول لك good evening ترد عليها، وراح ولاده ردين عليه وقالوا له good evening مساء الخير. مساء الخير good evening. مساء الخير good evening. good evening مساء الخير. تمام؟ هنا قالوا this is my grandpa. this is my grandpa. this is my grandpa. this is this is this is this is this. طلع طرف لسانك وانت بتقول this 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 is this is this is my grandpa. this is او this is يعني هذا يكون او هذه تكون. هذا يكون او هذه تكون. grandpa يعني جده. my grandpa جدي انا. لا مش جدك ده، جدي انا. my حاجه بتاعتي انا، ملكي انا. جدي ده انا بتاعي. my grandpa جدي. راح بابا راح قايل this is لا هاني sorry this is my cousin. this is my cousin يعني ايه؟ this is يعني هذا يكون او هذه تكون. this is this is بنكسرها كسرة خفيفة كده عشان نعرف الفرق ما بينها ما بين this و this. سهلة ومش صعبة خالص. this is my cousin يعني هذا يكون ابن عمي، لو ان هو بيشاور على ولد. لكن هي لو بنوتة هنقول بنت عمي عادي خالص. cousins. تمام؟ he is 5 years old يعني ايه؟ he is هو يكون 5 years old يعني ايه 5 years old؟ 5 سنوات.
هو عنده 5 سنوات. This is my cousin. طب هنا قلنا ليه يا ميس cousin؟ هي اس هنا مش زد، علشان هي يا حبيبي الاس لما تيجي ما بين حرفين متحركين زي اليو والاي كده بتتحول على طول للزز. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. يلا بينا اللي بعده. قال these are my friends. This بنكسر جامد واحنا بنقول this are، يعني this اللي بنكسرها جامد دي يا ميس بتاخد are. ايوه are، ليه؟ عشان في جمع وراها، اسم جمع. my friends اللي هو الاس اللي في الاخر ده بيبين لنا اللي هو اسم جمع. friend يعني صديق واحد، لكن friends اصدقاء. friend واحد، friends اصدقاء كتير. سهلة ولا صعبة؟ طب هنا هنا راحت قايلة these are my parents. these are اهو، بص كسرنا this وبعد كده جا وراها are my parents. ليه يا ميس؟ عشان اخرها s. s parents. parents يعني ايه؟ والدي. والدي. يبقى احنا عندنا هنا اول محادثتنا خالص جده بيقول لاولاده جود ايفنينج، مساء الخير. ردوا عليه قالوا له جود ايفنينج، مساء الخير. طيب هنا البنوتة الحلوة دي بتعرفهم كلهم اللي ده جدها، وراحت قايلة this is my grandpa. this is يعني هذا يكون او هذه تكون، بس هنا معناها هذا يكون لان هي بتعرف جده، جده ده ولد، يبقى my grandpa جدي انا. هنا this is my cousin، هاني بيقول بيعرف صديقه بيقول this is my cousin. يعني ايه this is my cousin؟ هذا يكون ابن عمي. هو عنده كام؟ he is 5 years old. هو عنده 5 سنوات. عنده كام؟ 5 سنوات. نخش هنا بيقول لك these are my friends. these are my friends يعني ايه these are my friends حبايبي؟ this يعني هؤلاء او هم، are يكونوا، ها my friends اصدقائي انا. my دي بتبين اللي الحاجة ملكي، يعني القلم ده بتاعي اقول my pen. طب مامتي؟ my mother. طب بابايا؟ انا my father. excellent. طب اخويا؟ my brother. اختي my sister. جده my grandpa. طب جدتي وتيتا اللي انا بحبها وكله بيجري وراها ويقعد حواليها اسمها، ها my، ايوه سمعة my grandma. excellent شطورين حلوين قوي. طيب نيجي ناخده بعدين هنا الصفحة اللي بعدها بتقول listening and reading. ايه listening and reading ديت يا ماما؟ طيب هنا عندنا listen and read، استمع وايه؟ واقرأ. استمع واقرأ. listen يعني استمع، and و read او read يعني اقرأ. تمام؟ طيب هنا عندنا let me، هقرأ الاول وبعد كده نترجم مع بعض. let me introduce my family. these are my grandparents. this is my uncle. his name is Amr. he wears glasses. look at my parents. my father is a teacher and my mother is a nurse. my sister Amina is 5. my cousin Mona is 8. and my cousin Mazen is 6. يعني ايه كل الحكاية دي يا ميس؟ هتفضلي تكلمينا بالانجلش على طول؟ لا، هترجم لك دلوقتي واقول لك كل القطع دي بتتكلم عن ايه، وركز معايا وصحصح معايا عشان انا هترجم دلوقتي وتيجي ماما تسألك وتقفشك الميس كانت بتقول ايه، ساعتها تجاوب يا بطل عشان ما تجريش وراك. يلا بينا. هنا let me introduce يعني هيا نقدم او نعرف
نتعرف يعني my family على أسرتي. يلا بينا هقدم لكم وعرفكم الأسرة بتاعته عاملة ازاي. These are my grandparents. These are هؤلاء أو هم يكونوا my grandparents أجدادي. أجدادي ده يعني إيه؟ جده وتيتا. طب جده يعني إيه؟ grandpa. جده grandpa. جده grandpa. تيتا بقى أو جدتي تقول grandma. تيتا أو جدتي أو جدتي نقول grandma. 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 سهلة كده؟ his أو this is اللي هي this is. this is my uncle. هذا يكون عمي. his name is Amr. his name is Amr يعني اسمه بيكون عمر. يبقى my uncle اللي هو uncle دوت اسمه عمر. he wears glasses. ايه ده wears؟ يرتدي أو لابس نظارة. glasses. glasses لابس نظارة فعلا. look at my parents يعني انظر إلى. look at. look at يعني انظر إلى. my parents. my parents يعني إيه؟ بابا وماما. parents يعني والدي. parents يعني إيه؟ والدي. parents يعني إيه؟ والدي. parents يعني ايه؟ والدي. طب parents دي يا ميس ضمه ايه وايه؟ father mother. parents يعني ايه؟ والدي. طب والدك مين؟ يعني بابا وماما. طب بابا يعني ايه؟ father. ماما يعني ايه؟ mother. سهله كده. my father is a teacher. هو باين عليه اللي هو teacher. هو باين عليه اللي هو ايه؟ teacher. قال لك my father is a teacher and my mother is a nurse. ممرضة يعني. and اهو. و my mother مامتي او امي is a nurse يعني ممرضة. طيب my sister أمينة اهي شايفين بيشاور عليها اهو. my sister أمينة is five عندها 5 سنوات. يعني أمينة تبقى أخته عندها 5 سنوات. my cousin منى. my cousin منى is 8 عندها 8 سنوات. مين منى؟ أهي عندها 8 سنوات. and my cousin و my cousin ابن عمي مازن اسمه مازن. صح صح يا مازن. is 6 عنده 6 سنوات. هلو مازن. هلو قبل ما تكبر ان شاء الله وتروح برايمري 2 زينا. تمام. طيب هنا هنرجع للوايت بورد بتاعتنا. ليه يا ميس؟ هنعرفك دلوقتي يعني ايه this is او this is او this are بتعمل ايه. يلا بينا هنقسم كده البورد ونقول هنا this is. يعني ايه this is يا ميس؟ يعني هذا يكون او هذه تكون او هذه ايه؟ تكون. خلينا متفقين this is اللي هي كسرة خفيفة. this is بيجي وراها اسم مفرد. بيجي وراها ايه؟ اسم مفرد. بيجي وراها اسم مفرد يعني حاجة واحدة بس. بابا يبقى بابا واحد بس. جده جده واحد بس. اختي اخت واحدة بس. ده الاسم المفرد. تمام. بيجي ها this is. يلا بينا ناخد مثال عليه. هنا عندنا اهو this is. this is ها my sister. اخت واحدة بس. دي اختي. يبقى this is هذه تكون. this is هذه تكون. هذه ايه؟ تكون. هذه
تكون my sister أختي أنا. My sister أختي أنا. أختي يبقى this is my sister. This is my sister. طيب this is. طيب هنا عندنا this is my father. صح كده؟ father يعني ايه؟ شطور يا علي، بابا. طب my father بابايا. ابي ابي بابايا انا مش باباك، بابايا انا. my father بابايا. this is هذا يكون ابي. my father ابي. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب this is my sister هذه تكون أختي. this is my father father واحد بس يبقى this is. sister واحدة بس يبقى ايه؟ this is. طب تعالى نشوف التانية بتقول ايه؟ اسمها this or. بتك عليها ليه كده يا ولاد؟ عشان تعرفوا فرق النطق، عشان في ولاد يعني النطق بتاعهم ضعيف شوية، فانا عايزاكم تكونوا اشطر ناس في الدنيا، اشطر ولاد وبنات في الدنيا كلها. تمام؟ يبقى this حاجة خفيفة this is، لكن دي this or. طب or يا ميس بيجي وراها ايه؟ اسم جمع plural noun. ايه plural noun؟ اللي هو اسم الجمع. يعني ايه جمع يا ميس؟ يعني كذا حاجة. كورة؟ لا دي كور، كور كتير يبقى ده جمع. بنت؟ بنات، بنات كتير. دول عروسة واحدة، دولز عرائس لعبة. سهلة ولا صعبة؟ تعال نشوف example. طب هنا this are. this are يعني ايه this are يا ميس؟ ها يلا بينا. هؤلاء او هم، وار يعني يكونوا. ايه يكونوا؟ سهلة كده؟ طيب طيب ناخد مثال عليهم يا حبايب قلبي. يلا بينا ناخد مثال. طيب هنا عندنا this are my friends. friends برافو عليكو. friends ايه ده يا ميس؟ ما احنا قلنا this are my friends. لا ده في هنا اس يا ميس، صح كده؟ في ايه؟ اس. ايوه يا حبيبي، اسم الجمع لازم اخر الاسم المفرد اس عشان يتحول لجمع. يعني ايه؟ كات قطه واحده. كاتس قطط كتير. دوجز كلاب كتير. بنس بنس نزود ايه؟ اس في الاخر. اقلام اقلام كتير. بوك كتاب واحد. بوكس كتب. طيب هنا عندنا يبقى this are. يبقى this هنا اخدت ايه يا حبايبي؟ are my friends اخرها s، يبقى دي this are. طيب هنا عندنا this ثانية واحدة are my parents. ايه ده يا ميس؟ دي اخرها اس. my parents. ايه ده؟ يبقى هناخد this is ولا this are. برافو عليكو. this are. this are بيجي بعديها على طول اسم جمع اخره اس. اسم جمع ايه؟ اخره اس. اسم جمع ايه؟ اخره اس. اخره ايه حبايبي؟ اس. سهلة كده ولا صعبة؟ سهلة. برافو ماشي حلو جدا. طب نيجي هنا ناخد حاجة جميلة جدا. ايه هي؟ هناخد في الكتاب بتاعنا حاجة جميلة وهنحل مع بعض ونوصل مع بعض. بيقول لك هنا read and match. read يعني اقرأ and match ووصل. اقرأ ووصل.
هنا بيقول لك This is my cousin Mona. She's 8 يعني عندها 8 سنوات. فراح مدورين على منى وراحوا موصلين ايه؟ منى. موصلين ايه؟ منى عندها كام؟ 8 سنوات. تعالوا نشوف تانية. هنا بيقول لك My sister Amina is wearing and or an orange skirt and a brown jacket. ايه ده؟ عندها اسمها ايه؟ اه my sister يعني اختي أمينة is wearing ترتدي او بتلبس an orange skirt يعني جيبة برتقاني and a brown jacket. ايه ده؟ انت فين يا أمينة؟ لابسة جيبة اورنج. اهي number 4 هنوصلها على طول بنمبر 4. هنوصلها على طول بايه؟ بنمبر 4. يلا بينا اهي 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 يلا بينا نوصل مع بعض. هنا طب ناخد ده بيقول لك This is my uncle. This is my uncle. ده مين؟ ده عمي. He wears يرتدي glasses نظارة. Glasses نظارة. ها This is my uncle. هذا يكون عمي. He wears برافو يرتدي glasses نظارة. فينك يا عمو يا اللي انت لابس نظارة؟ فينك فينك فينك؟ اهو اهو. This is my uncle. He wears glasses. هو بيلبس نظارة. نوصلها number one. سهلة كده؟ طيب these are شايفينها بنكسرها ازاي يا حبايبي؟ these are my parents. ايه ده؟ هؤلاء او هم يكونوا والدي يعني بابا وماما. parents يعني والدي. parents يعني والدي اللي هو بابا وماما. يا ترى انت فين يا بابا؟ يا ترى انت فين يا ماما؟ اهي يلا بينا نجري على نمبر 2 ونوصلها على طول. سهله حبايبي ولا صعبه؟ سهله. طيب هنا عرفنا this is يعني هذا او هذه يكون او تكون. these are هؤلاء يكونوا او هم يكونوا او هم ايه؟ يكونوا. طيب عندنا هنا الفوكابولري لازم تتحفظ. ايه يا ميس من اولها كده؟ اه الجد جد لازم نحفظ الكلمات. لازم نحفظ الكلمات بأي وسيلة كانت. لازم نحفظ الكلمات عشان نقدر نحل. يلا بينا. family family يعني عائلة أو أسرة. عائلة أو إيه؟ أو أسرة. تمام بترجم لكم تحت عشان نبقى نشوف بقى التسميع بتاعكم عامل إزاي. grandparents grand أجدادي. parents يعني parents يعني والدي. نزود لها كلمة إيه؟ grand grand parents يعني الأجداد. سهلة. grandma يعني جدتي أو جدة. grandpa جد أو جدو جدو بابا بابايا. parents يعني والدي. sister أخت. cousins أولاد العم أو أولاد الخال. أولاد العم أو الخال. أولاد الخال. أولاد الإيه؟ أولاد الخال. سهلة؟ يلا نقول مع بعض. family أسرة. family أسرة. family أسرة. grandparents أجداد. grandparents أجداد. grandparents أجداد. grandma grandma تيتا أو جدتي. grandpa 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 جدو. parents
parents parents والدي. ايه والدي؟ يعني ماما وبابا. parents sister 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 يعني اخت اخت. cousins 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 اولاد عمي او اولاد خالي. cousins cousins. تمام تمام يا ميس. نخش على الصفحة اللي وراها على طول. قال لك هنا حلوة جدا greeting greeting اللي هي التحيات بتاعتنا. امتى بنقول التحيات؟ في اوقات اليوم، يعني امتى نقول صباح الخير مساء الخير؟ لما الشمس بتنزل في الظهرية كده، عند في صلاة الظهر يعني، لما الشمس بتكون ساطعة في السماء كلها. امتى نقول مساء الخير في المغربية؟ امتى نقول تصبحوا على خير بقى مساء الخير بالليل خالص واحنا داخلين ننام؟ يلا بينا نشوف. هنا بيقول لك read and say، يعني اقرأ وقول معايا. يلا بينا ردوا معايا، انا هقول وانتوا تردوا، انا هقول وانتوا تردوا. هنا عندنا good morning good morning، صباح الخير good morning good morning. ردوا ورايا سمعاكو. ميس سمر بتقول لكم good morning good morning يعني صباح الخير. grandma صباح الخير يا تيتا يا جدتي. grandma راحت ردت عليه وقالت له good morning dear. dear يعني عزيزي عزيزي، يعني حاجة كده غالية عندي. dear يعني عزيزي أو عزيزتي، يعني عزيزي أو عزيزتي تليق على الولد والبنت. good morning دي بنقولها إمتى يا أصحابي؟ أول ما تفتح عينك وانت على السرير، أول ما تصحى الماما تقول لها good morning صباح الخير. ماما هترد عليك وتقول لك good morning good morning good morning صباح الخير. number two بتقول good afternoon أروى. good afternoon afternoon يعني ايه ده؟ ده بعد الظهر. ايه ده؟ يعني صلاة الظهر تقدم من هنا والشمس طالعة كده في السماء، اول حاجة نقولها good afternoon. امتى بتتقال؟ بعد الظهر. good afternoon good afternoon. ترد عليه نفسه هو اللي بيقولها لك good afternoon grandpa. مساء الخير يا جدي. بتتقال امتى؟ في وقت الظهيرة، يعني بعد صلاة الظهر كده. تمام good afternoon أروى good afternoon grandpa. تمام يبقى good morning بنقولها الصبح أول ما بنصحى. تمام good afternoon بتتقال في وقت الظهر، سهلة كده. طيب هنا عندنا number three بتقول good evening good evening، اللي احنا أخدناه في المحادثة في الأول خالص. good evening مساء الخير بتتقال على المغرب، ما بين المغرب والعشاء كده، ما بين المغرب والايه والعشاء. عشان تقولوا لبابا وماما وتتكلموا انجلش كويس يبقى لازم تحفظوا الكلمات دي عشان بابا وماما يبقوا مبسوطين جدا بيكوا ويجيبوا لكم الحاجة حلوة بتاعتكوا والهدايا. يبقى هنا good evening grandma مساء الخير يا جدتي. good evening أروى مساء الخير يا أروى. good evening grandma good evening أروى good evening مساء الخير. بتتقال امتى يا ميس سمر؟ بتتقال على المغرب كده والليل اول الليل، اول ما الليل يخش. good evening good evening good evening. هنا بقى شايفين القمر في السماء والدنيا ليل والقمر منور الدنيا كلها، يبقى نقول ساعتها good night good night أروى good night. ايه ده يا مين؟ ده في جي اتش، انت اكلتيهم؟ اكلتهم، هما بيتكتبوا لكن مش بيتنطقوا. good night الجي والاتش
silent. Good night, أروى. Good night, أروى. Good night. مساء الخير أو بقى باي باي. إحنا رايحين على النوم. Good night. باي باي. خلاص هي على السرير اهيت وراحت تنام. تقول إيه؟ Good night. Good night. راحت هي راحت رد عليه وراحت Good night, grandpa. تصبح بقى على خير يا جد. أنا داخلة نايم. يلا باي باي. تمام؟ يبقى هنا عندنا good morning تتقال امتى حبايبي؟ تتقال الصبح. الصبح في الصباح. صباح الخير good morning. صباح الخير good morning. هنا good afternoon تتقال في وقت الظهر والشمس ساقطة كده في السماء. تمام؟ good afternoon. good afternoon تتقال امتى؟ في وقت الظهيرة. Good evening. مساء الخير. Good evening. مساء الخير. Good evening. مساء الخير. تتقال امتى؟ على المغرب كده. Good night. واحنا داخلين ننام. يلا. Good night. Good night. برضك مساء الخير بس بتتقال بالليل او تصبح على خير. تمام كده حبايبي. طيب هنا عندنا. هنا زي listen and read. and sing يعني ايه listen يعني استمع read يعني اقرا and sing وغني بتقول لك هنا طبعا انت غني الاغنيه بقى مع نفسك كده ودندن وسمعنا صوتك الحلو وانت كمان سمعينا صوتك الحلو I say good morning to my mom and she says good morning to me يعني هي انا بقول good morning وماما كمان بترد عليا وتقولي good morning I say good afternoon to إلى my grandpa لجده and he says هو بيقولي good afternoon to me يعني بيقول good afternoon يعني أقولك good morning ترد عليا good morning good afternoon good afternoon good evening ترد عليا good evening good night ترد عليا تقولي good night هنا I say good evening to my grandma يعني أنا بقول لتيتا good evening مساء الخير ترد علي and she says وتقول لي good evening to me ترد علي برضك تقول لي good evening I say good night أنا بقول good night to my dad لبابا and he says good night to me انا بحاول الحن معاكم يعني بس انا ايه ما بعرفش اغني قد كده تمام طيب هنا عندنا parts of days حلو جدا connect with science اللي هو connect مع العلوم parts of days يعني ها اجزاء اليوم او فترات اليوم فترات اليوم parts of the day parts of the day صح صح معايا هنشوف الشمس بتطلع امتى طب الشمس دي بتكون فين طب القمر بيطلع امتى والقمر بيكون فين كده الشمس والقمر في السماء طب الشمس بتطلع امتى الصبح بتشرق يعني بتطلع كده تبقى مستخبية وتطلع يعني ايه تشرق تشرق يعني ايه هنشوف دلوقتي look listen and number يلا ورقم معي هنا بيقول لك هنا هسيبها لك homework تحلها في البيت بس انا هقرأ معك وترجم لك عشان تعرف تحل فين في البيت هنا بيقول لك the sun الشمس comes up comes up يعني ايه حبايبي تعالي نكتبها مع بعض عشان خاطر بردك تحلوا في البيت مع نفسكم هنا comes up يعني تشرق comes up يعني ايه تشرق تشرق يعني بتطلع بتبقى مستخبية والشمس بتطلع الصبح صح؟ بتطلع دي يعني comes up comes up the sun الشمس the sun الشمس comes up تشرق in the morning في الصباح in بيجي وراها على طول the morning اهو سهلة يبقى the morning الصباح عشان نترجم كله الصباح نترجم واحدة واحدة ترجمنا دي يبقى نقول the sun comes up in the morning بتشرق في الصباح يعني in بيجي وراها على طول the morning
سهلة كده. يلا اللي بعدها، عشان نترجم كله مع بعضه. يلا هنا زمون زمون. طب نقول الأول هنا الشمس بتشرق في الصباح صح؟ بعد كده بيجي وقت الايه؟ الظهر. ذا صن، الشمس. ها ان ذا سكاي، سكاي يعني ايه حبايبي؟ في السماء. سكاي سماء، سكاي سماء، تمام. از ان تكون في ذا سكاي السماء، الايه؟ السماء. ان ذا افترنون في وقت الظهيرة، في وقت الايه؟ الظهيرة. في وقت الايه حبايبي؟ الظهيرة. سهلة ولا صعبة؟ في وقت الظهر. في ايه؟ في وقت الظهر. يبقى هنا the sun، الشمس. is in، في the sky، السماء. in the afternoon يعني وقت الظهيرة، في وقت الظهر. تمام. نخش على اللي بعدها على طول، الفترة التانية. يبقى هنا the sun comes up in the morning، يعني تشرق في السماء. بعد كده الشمس بتكون فين؟ في وقت الظهيرة، في السماء. the sun is in، في الشمس، في the sky السماء. in the afternoon في وقت الظهيرة. وبعد كده بيخش علينا المغرب صح؟ او العصر والمغرب. هنا the sun ها بتعمل ايه في المغرب؟ ها بتكون انت على البحر كده على الشط كده في وقت المغربية، تبص تلاقي الشمس بتقول تش كده في المية، بتنزل صح؟ يعني ايه بتنزل؟ goes down، goes down يعني تغرب، تغرب. comes up تشرق، goes down تغرب، تمام. comes up ها comes up بايه؟ تشرق. goes down تغرب، comes up تشرق، comes up تشرق يعني بتطلع الشمس. comes up comes up تشرق، comes up تشرق. goes down تغرب، goes down تغرب، goes down تغرب. هنا the sun الشمس، goes down يعني تغرب. in the evening في المساء، في الايه؟ المساء، في الايه؟ المساء، في المساء. in the evening في المساء. هنا عندنا the moon، الله القمر بيبان امتى؟ في المغرب؟ نو ده بيبان بالليل وبينور، وفي رمضان بيبقى هلال ويبقى شكله جميل جدا. يبقى the moon القمر is يكون in في the sky، قلنا sky يعني ايه؟ السماء. sky السماء، sky السماء، في السماء. at night في الليل. وقلنا الجي والاتش دول يا حبايبي سايلنت، النقط اللي انا حطاها تحت الحرفين دول سايلنت. يعني ايه ميس سايلنت؟ يعني ها ايوه بتتكتب ما تتنطقش، بتتكتب ما تتنطقش. تمام كده؟ تمام يا ميس. يلا بينا نخش على اللي بعده. هنا عندنا الستوري، الستوري بتاعتنا سهلة وجميلة، ويلا بينا حس كأنها حدوتة بالظبط. يلا بينا نحكي الحدوتة مع بعض في القصة في الستوري. new friends يعني أصدقاء جداد، أو حاجة جديدة كده، نقلنا في مكان جديد، رحنا المدرسة وتعرفنا على أصحاب جداد في المدرسة. طب يلا بينا نشوف الدنيا معاهم. look listen and read. look يعني انظر، listen استمع، and read واقرأ، اقرأ. تمام. هنا هاني and هانا have عندهم new neighbors. neighbors يعني ال h g وال h هنا silent. هاني وهانا have لديهم new neighbors. neighbors يعني جيران جديدة، ناس جديدة، جيران. لما ننقل في مكان تاني بيكون عندنا جيران جديدة. طيب هنا عندنا أول حاجة كده، بص
اهي بيتعرفوا على بعض. هو بنوتة الحلوة ديت قالت لها good morning، صباح الخير. I'm رنا، انا رنا. good morning، صباح الخير. I'm رنا، I am رنا، انا اكون رنا، اسمي رنا. تمام؟ طبعا هنا بيتعرف وبيقول ايه، I am رامي، الولد ده اسمه رامي، فبيقول انا اسمي رامي، I am رامي. These are، هؤلاء او هم، my parents، يعني دول بيكونوا بابا وماما. my parents. this is my sister، وهذه تكون اختي. كل ده هو بيعرفوا نفسهم طبعا للناس الجديده، النايبورز الجديد اللي هم الجيران الجداد، فبيعرفوا نفسه. نقول تاني، I am رامي، يعني I am رامي، انا اكون رامي. these are my parents، يعني هم يكونوا والدي، بابا وماما. this is my sister، يعني this is my sister، يعني هذه تكون اختي. هنا راح قايل، هنا راحت، هنا راحت فضل، هي بقى فضل هي تعرف نفسها وتقول هي مين. I'm Hannah، انا اسمي Hannah. I'm Hannah. this is my brother، ده بيكون اخويا، هذا يكون اخويا. هاني اسمه، هاني اسمه ايه، هاني. هانا بتقول I'm Hannah. this is، هذا my brother، اخويا او اخي هاني. هاني سهلة كده. خش على اللي بعده. هنا هاني and Hannah want to play with Rami and Ron، يعني ايه هاني وهنا want، يريدون to and play، يلعبوا with، مع رامي and Hannah، رامي وهنا. تعالوا نشوف بيقولوا ايه. قبلوهم في وقت الظهر كده، جود مورنينج، اول ما قابلوهم في الصباح فعشان كده قالوا لهم جود مورنينج. هنا بقى هنشوف بيقولهم ايه، كم، يلا بينا، تعالوا، اند بلاي، العبوا، ذيس افترنون، في وقت الظهيره، النهارده الظهر، تعالوا نلعبوا مع بعض. كم يعني تعال، اند بلاي، العب، ذيس افترنون، ذيس افترنون، هذا المساء اللي هو بعد الظهر. راح الولد الجميل ده قال له ايه، I can't. I can't يعني ايه I can't، لا استطيع، مش هقدر. طب ليه، I have to help my parents، I have to، يجب ان، have to هنا معناها يجب ان، have to هنا معناها يجب ان، help، help، اساعد، my parents، والدي، طبعا لسه ناقلين وكده وعايزين مساعده. تمام، راح العسل ده راح قايل له ايه، we can help، احنا كمان نستطيع ان نساعد. ايه المساعده اللي احنا نقدر، يعني هو قال له تعالى والعب معايا على الظهر كده، راح قايل له لا انا ما اقدرش، I can't، I have to، يجب ان، يجب ان اساعد، help my parents، والدي، بابا وماما لازم اساعدهم. رد عليه وراح قايل له we can help، يعني ايه، احنا كمان نقدر نساعد، نحن نستطيع ان نساعد. نيجي على بقيه الستوري، هاني helps رامي، يعني هاني بيساعد ايه، رامي. تمام، راح قايل له finished، انتهيت، خلصت، انا كده خلصت، يعني هو كان بيساعده وراح يساعده بالفعل، وراح قايل له finished. finished يعني انتهيت، finished يعني انتهيت، finished يعني انتهيت. راح قايل له thank you، يعني شكرا. لازم يا ولاد لما حد يقدم لنا مساعده، حد يقدم لنا حاجه، اي حد، ماما، بابا، اختك، اي حد غريب عنك، لما يجي يدي لك حاجه تقول له شكرا، وشكرا بالانجلش يعني thank you، thank you. let's play، يعني ايه let's play، يعني هيا نلعب. خلاص بقى احنا خلصنا ورحنا ساعدناك ورحنا ساعدنا بابا وماما، وكمان
مرضوش يلعبوا غير لما يساعدوا باباه ومامته. سهلة كده ولا صعبة؟ طيب هنا عندنا the families are new friends. Now friends. The families, العائلة أو العائلتين are now friends. بقى أصدقاء. يعني بابا بقى صاحب بابا التاني ومامته بقى صاحب مامتها وهم بقوا أصدقاء مع بعض الأطفال عشان هم جيران جديدة. راحوا قايلين good evening. لو تلاحظوا اللي فيه سهمين نازلين راح هم ردين على بعض. أول ما حد يقول لك good evening هتقول له good evening. شاطرة يا سارة. good evening. راح رد عليه وقال له good evening. طيب هنا راح قايل these are my new friends هاني and هانا. هو بيقول هؤلاء او هم يكوني اصدقاء الجدد الجداد. يعني my new يعني جداد friends اصدقائي الجدد هاني and هانا دول اصدقاء. طب ودول عرفوهم بردك وقالوا مامتهم وباباهم these are my new friends يعني هم يكونوا أصدقائي الجدد رامي and رانا. تمام يا ميس. تمام كده حبايبي. ايه رأيكم في الدرس؟ عايزة اسمع رأيكم. ها ونحلوا مع بعض في البيت ونذاكر في البيت ونحفظ الفوكاب. الفوكاب مهم جدا. الفوكاب يعني الكلمات الجديدة. mother father grandpa grandma. تمام. parents grandparents sister cousin. تمام. وبكده تكون انتهت حلقة اليوم الجزء الأول من يونت 1 منهج كونكت الصف الثاني الابتدائي. كانت معكم ميس سمر سمير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.